جلطة. مها أهلين أم فؤاد، ما شاء الله الزراعية كتير حلوين. يلا بشوفك مستعجلة. كبرت عزي شوان مستعجلة، بدي أجي عندي أشرب قهوة. والله لا تؤاخذيني، ما عندي بن. أنا عندي تعالي تعالي بشربة قهوة عندي. ما فيني أطلع برات البيت، ما بقدر. عزة شو اللي ما فيني أطلع برات البيت؟ شو في؟ عم بطبخ أم فؤاد، عم بطبخ. كبرت عزي تشلنا عنا طبيخ، والطبيخ يعني بده يتعطل، فنجان قهوة تشلو. لا ما بقدر، عندي طبخة كتير كبيرة. عندك عزومة يعني؟ إيه عازمة ناس ما بتعرفيهم. طيب يلا شو بدي اسوي لك. اوف، واخيرا خلصت منها، مو طبيعيه. انا والله ما توقعت الامور توصل لهون، وعن جد اشتقت لها لام فؤاد، بس ما لي قدرانه واجهها. يعني شو بدي اقول لها؟ انا عملت حالي بنت اجنبيه وعلقته لابنك فيني، وبعدين كسرت له قلبه. تفضل. شو هالمحل الحورية هاد؟ حورية قاعدة بين مرجان؟ حبيبنا فؤاد، ايه شو مالك؟ لازم تستنشق الهواء المحيط العليل، تركب سفينة وتشق عباب البحار، خنقة المحل بتخنق روحك يا قبطان. شو هذا يابا؟ يابا أنا ألف مرة حكيت لك إحنا قهوة مش طياري، إحنا كافيه محترم. جايب لي قرصان عشان يعمل دعاية؟ عيب يا ولد. خلوني أعرفكم في حالي، أنا مستر سارتينا، بحار وابن البحار، صادوني بشبكة وسموني سارتينا. سرديني صاحبي من زمان، أيام ما كنت في البحارة. يابا أنت بحياتك ما كنت يعني يابا مش بشكل رسمي، بس أنا راي على عقبي أكثر من مرة. بعدين يابا هذا سرديني عنده نظرة ثاقبة وخبرة في الحياة، رايح يقلب المحل 360 درجة. يابا نظرة ثاقبة مين؟ المحل منيح، بعدين 360 درجة يعني راح نظل في مكاننا. طيب ليش زعلان؟ أنا مش زعلان. لا بس انا ما طلبتش لسه. تفضلي اطلبي. بدي اياك. لا بس ماما انا بدي مساعده للجامعه مش لإلي. يا اختي جامعتي ولا جامعتي؟ يا ماما انا بنتك ولا بنت الجيران؟ بنت الجيران. انا بنت الجيران؟ لا كبرت عزيز، انت بنت ابوك. ماما مطلوب مني اعمل اكل صحي لبزار الجامعه، وانت بتعرفني بالمطبخ ولا بعرف اقلي بيضه. ساعديني لو سمحتي بليز. يا ماما يا نبى الحلال. يا ما بقدرش والله بقدرش. انا بدي اروح اساعد مها، عندها عزومه وعيب يعني جارتي وحبيبتي، لازم اوقف معها في هذا اليوم العصيب، بقدرش. يعني بنت الجيران اهم مني؟ لين حبيبتي شوفي لي الطاقية حلوة ما؟ لا ما حلوة، كتير أولد فاشن. لين أولد فاشن؟ شلون يعني أولد فاشن؟ لسه من كم يوم شاريها، جديدة كتير طخ. ما حلوة، ما حبيتها. لحظة 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 لحظة، نحن حاطين دعايات على الفيسبوك؟ ايه عاملين إعلان طلع لي. لحظة يا حبيبي شو هاد؟ هذا إعلان؟ هذا إعلان، هذا كارثة. يعني اللي كان مفكر يجي على المطعم بيبطل على فكرة. ليش؟ لأنه ما حدا بيحط المنيو بلا عبارة أهلا وسهلا تفضلوا.
اهلا وسهلا وتفضلوا. اللي بده يجي يجي. حبيبي انت ما عم تعزمون على البيت، هي دعاية مطعم، المفروض يكون في إلها بروتوكول معين. بروتوكول معين؟ روحي عنا يا لك، مالك عرفانة راسك من رجليكي، اساسا انت مالك فهمانة شيء. ولك في حدا بيحط بالمنيو عبارة يلي مو عاجبه الاكل يتفرج على الصور؟ لا وشو بيقول عني؟ قال انا ما بفهم. مرحبا. شو عم تعملي؟ قصدي ليش هيك لابسه؟ لابسه شيف، ما انا عشان بروفيشنال، انا هيدا بطبخ. كنت عندك عزومه شفكت عليك، كنت اجي اساعدك. بس لا تواخذيني والله يا حبيبتي. تقوليش شكرا، بين الصحبات فيش شكرا، تحفري ابري بالابري. خذي كبرت عزيج، يلا. خليه يستوي. رح ينحرق. ينحرق ايش يا رجل؟ ما في اشي بالبحر ينحرق، اسمها شعطة، شوية طعمة، هيك الزباين بحبوا. انت شكله طعمة تمك تقليدية، عمرك ما اكلت حوت سنغافوري؟ ما اظن في بسنغافورة اصلا. لا في يا حبيبي في، لو اكلت حوت سنغافوري كان عرفت. اسمع، انت بتعرف كيف خسرت عيني؟ من الحوت السنغافوري. صح، كيف عرفت؟ ليكون كنت هناك انت. اسمع، لو كنت على اليمين كان ما عرفت اشوفك علشان عينك. صح، انت على فكرة سريع البديهة. قرأتك اخواني. كمان لحظة. لحظة مين؟ تهببوا تسودوا يا رجل. وبعدين معك، انا قلت لك كمان لحظة. تمام تمام، كمان لحظة، لحظتين كمان. يلا هاي درس الحرارة 17 حطيتها خلص. ايوه بتصدقي يا مها، فؤاد وهو صغير بكى لما يلاقي حبة شوكولاتة منتية مدتها يزور التاريخ ويوتشلها. امبارح شفت بنت جارنا ابو غسان مروحة الساعة 1 بالليل ومعها شنطة سفر، بقولوا مقطعة جوزها وحاططته في الشنطة. عزة مين؟ نعم، شو بديك؟ مش قادر احكي معك هالساعة. يلا مع السلامة. مين؟ هذه فيروز. يوهو علينا. أقول لك مطولة معيك؟ طب يلا روحي. ها ها ها، وهي بلوك. والله ما انت عجبتيني. والله جد، شو هاد؟ بخزي. انت خز. انا لا مش خز. ليه بتنظف وراهم؟ لانه شغلي. لا ما تنظف ورا الزباين، خليهم هم ينظفوا. والله بتعلمهم انهم يكونوا جزء من المحل، زي طاقم السفينه، كلنا مع بعض بنخلق اشي جديد. يما 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 مشلب يما،
جعفر عزو كان بيجيب لي شرب، جيب لي بسي، هذا هي يما بشلب ويما ولد. شوفي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. مالك كبرتي عزيت؟ شو فيكي تقبريني؟ آسفة آسفة ام فؤاد. عزة ام فؤاد بدي احكي لك شي، بس بتمنى ما تفهميني غلط. ها؟ بابا حبيبي. ها اما كيف سردينه هاد لقطها؟ كيف سردينه؟ كيف سردينه؟ يابا يا بتكحشه يا انا اللي حكحشه، لانه رح يودي المحل بداهيه. صحيح انه عقلك يابس وناشف. شو اللي ناشف يابا؟ شو يعني ناشف؟ يعني مش مثل البحر، طري 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 ولين. يابا هذا الزلمه طلع زيك زيه، هذا ما وردش على بانيو مش على بحر، لا ركب سفينه ولا ابحر ولا شاف شاطئ ولا اشي. يعني بدك تقول لي انه سرديني كذاب؟ اي سرديني اذا بتقول له اكذب ما بعرف. سرديني بتحسه مثل البحر، صادق وعميق. بس بس يابا بس بس الضغط يابا، يابا الضغط مشان الله. يابا احنا بالاردن، بالاردن ما عندناش غير بحر وبحر ميت. انا هسه عرفت ليش قتلوا البحر الميت اصلا. طب اسمع، جيب لي دليل واحد انه سرديني مش منيح وانا معك. طيب ماشي. لين خانم شو هاد؟ شو هاد البوست اللي منزلتي؟ شو قصدك يعني؟ شو يعني الذكور ما بيفهموا ولا بيعرفوا يديروا وعملتي لي تاك؟ شو هاد؟ قصدي واضح، ما بده شرح. ما بده شرح؟ ماشي الحال، القي إذا بتلقي. نحن الجيل الجديد تافهين وما بنفهم. طيب ماشي يا سليم. وها؟ شو ها؟ مين كل هدول؟ رفقاتي. شو يعني ذكر؟ ذكوري ذكوري، يعني ضد النساء مثلك، دقة قديمة. أنا دقة قديمة؟ امحي امحي عم قلك امحي. ها؟ شفت؟ شفت إنك ذكوري؟ لما ما يعجبك شي بصير بدك تفرض رأيك. مالي ما حيته. ماشي. وما حلوة الطاقية. لا حلوة بسيطة. يابا يابا يابا. ها ها هاي صاحبك. ايه تفضل. لا لا يا سرديني فكرته صاحبي. يابا البحر ما في اصحاب، ومثل ما قال المثل الدنيا مصالح والبحر مالح. والله ايوه السنين عشرة العمر. اسمعوني كويس، الدفع مقدما ومؤخرا واسعارنا دبل. المد جاي، يلا بنلاقيكم على الجزر. انا والله حاب اتعلم منك صراحه واخذ منك نصائح هيك للمحل. وانا والله صحيح حاب كثير اتعلم عن البحر. عندك واجهة المحل لازم تصير سودة والله زي شراع القراصنة، وبين لحظة ولحظة لازم نقول المركب غير رجال، والكل يهرب برا المحل نشاطات يعني. نفس النصايح اللي بتعطيها لمحل ضباع السبعة. ضباع؟ ضباع مين؟ ما في ضباع بالبحر. وما فيش سردينه بالبحر؟ لا في سردين وريحته نتنه. في سردين في البحر كلها سنين، وانت بتضحك وبتدهلز علي يا كلب البحر. ها ام فؤاد انا عن جد اسفه، والله ما كنت حابه يصير هيك، كنت حابه ساعدك، بس الحقيقة فؤاد ما كان بده مساعدة، كان بده شخص يسمع له ويحسسه أنه هو محبوب، وللأسف هذا الشيء ما كان عم يلاقيه ببيته. أم فؤاد والله فهميني،
لك ام فؤاد ابنك. لساتنا اصحاب؟ اصحاب؟ اعمل معروف وكب في البحر. مش فاهم. بطلت اطيق السردين انا، صرت بس سوكل تونه. برضو مش فاهم. يعني بطلنا اصحاب، فهمت؟ مرحبا ابو شريك. هلا ابو شريك. شو ها؟ قصه طويله. شو بدي اقول لك؟ بدنا نحط لين مدير على المطعم. والله؟ والله. شو خير ليش؟ لك أهل مو عاجبها لا الإعلان ولا طريقة إدارة المطعم، فخليها تجرب وشوف رح يطلع معها. ماشي نجرب. شو ها؟ إيه فيروز فيروز عزيان، اسم الله عليك، اسم الله اسم الله اسم الله. شو في مالك؟ مالك يما يما حبيبتي؟ طفي عمتي شو صار فيك؟ طفي الغاز طفي الغاز طفي الغاز. شو هالدخنة من وين هذا بينطفى من هون؟ خلص ايوه الشباك الشباك انت. اسم الله عليك يابا، مليحة يما انت، اسم الله عليك يما. قولي على عمتي شو صاير فيكي؟ قولي على عمتي. أنا منيحة. مليحة؟ عزة ليش تضحك هذه؟ كبرت ما أخذيش ولا انت؟ عزة يعني كروت، خلص يما يا حبيبتي خلص، والله غير أساعدك. سلامتك سلامتك. هسا تفتشريش يعني اني انا ملهية بفيروز يعني بطلت زعلانة منك؟ صحيح انا غلطت بحق فؤاد، بس انت الاخرية غلطتي غلطتي اللي تصرفتي بدون ما تعلميني وتخبريني. لا تواخذيني والله انا ضميري عم يجعني كتير كتير كتير، وكل وقتي عم فكر بالموضوع. عن جد عن جد عن جد انا اسفة وبعتذر، وما كان قصدي هيك يا ام فؤاد صدقيني. كبرة عزة وصحيح انت يعني خطابة شاطرة. كبرة عزة كان ملكتش عروس لفؤاد، كانت اخترعت عروس من مخها. بس بتعرفي انا هالمرة بدي اطلع على النص المليان من الكاسة. تقبريني بأحلاكي. ايه مالها هذه؟ يعني عملتك اللي سويتيها يا مها خلتني أعرف إنه ابني عنده مشكلة وبمر بمرحلة صعبة، وأنا مطلوب مني أدشره في حاله. هذا الإشي الكويس. تقبريني ما أحلاكي. فؤاد؟ ماله؟ خطابة؟ شو الموضوع؟ خليك مركز. الله لا يجبرها. سلعوة سلعوة. نامي نامي. ما انطفحت. لين؟ يا لين؟ نعم. عادي لقلك. شوفي شوفي شوفي. شو هاد؟ امتى نزل؟ ما لحقت تشوفه. انت فهمان الموضوع غلط، انا عم بحكي هيك مو مشان انا تحطوني مديرة، يعني صحيح انا بزبط كون مديرة، بس لا شو بدي بهالشغلة، انا ما بدي اياها. خلص مشي الحال، البوست نزل ومشي الحال. يعني هلا انا صرت انا المديرة؟ اي نعم. وورجينا شطارتك بقى. ولك تقبر قلبي. بتعرف شو؟ كثير لابقت لك الطاقية. يعني هيك طالع فينتج. ايه ايه انا اساسا من زمان فينتج. شو يعني؟ شو؟ 256 جرام ونص مستكة. هذا هي المستكة حضرتها انا 265. اكده؟ خلص مزبوط. هلا ربع تحريكي على الشمال عكس عقارب السرعة، مو معكس. عكس عقارب تمشي هذا، يبكى احنا
وهي ربع تحريكه، خلص حصل يلا. وليش هذا سحر ولا شو؟ شو؟ حطوا لي مديرة محل. حاضر. شو؟ ما انا عارف بختي مسخم، انا عرفته لبختي، بس ماشي الحال، بوش ربي يعرفوا قيمتها لام فؤاد، شو حطوا اخرى هسا؟ ماما لازم نركز. ركزنا. هلا بدنا نحط فتلة سحلب مطحلب. حضرتها. فتلة سحلب مطحلب، يلا ادبها هذا مع التحريك. يلا شو اسوي؟ هيدا خلاص؟ هيك امورنا تمام، مية مية. جاهز؟ جاهز. اوه يا بي بي بي. ماما فؤاد؟ فؤاد؟ اه يابا. تعال يابا. اه يابا. وقعت لك على اثنين لقطات، شغل دعاية محلات مطاعم وقهاوي، واحد اسمه طاووس وواحد اسمه ديك، اما شو غير شكل. يابا يابا بكفي حيوانات، بالله عليك بكفي حيوانات. طيب يابا في واحد اسمه ضفدع طلب اقل منهم بس برضو كويس. ضفدع؟ طيب شو رايك اعمل لك سندويشه؟ تعال معي تعال معي تعال معي، هسا بعمل لك سندويشه. اما شو يا حبيبي منور ابو فؤاد، سايق فيها السلطه كل يوم فيها عرضه، وانا زي اللي ماكل بلطه يا اخي جيب للشرطه. وشو بدك تسوي هسه يا كرمبوس؟ هلا 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 عيري صح ولا غلطة، ولا حدا فاهم شو الخلطة، مرة بينزلوا سابع أرض ومرة للسما بفعتوا فعطة.